عسلامة، أنا سلمى المادري، عمري 17 سنة و شو ان 3 سنة لتر. جيت اليوم باش نحكي أوتان كأوتور، كاتبة كتاب كلام. دونك كلام كتبته وانا عمري 14 سنة، أونتخ بديت وانا 14، كتبته أونتخ 14 و 15 سنة. أنا أو ديبي ما كانش البيت نتاعي أني ننشر الكتاب، كنت نكتب دي تكست، كل تكست سيباري، كل تكست تكتب في بيريود معينة. كنت شاك فوا نسمع ايفينمون دو سلام نمشي نقرا التكست بتاعي، ومن بعد بعد عامين كتيبه، عامين خدمه، وقتها جات الفكره نتاع علاش لي التكست هذوك الكل يتلموا ويخرج كتاب، يخرج كلام. دونك من الاول ما كانش عندي ليدي نتاع اني نكتب كتاب. من الاول كيما قلت بوندون عامين كنت نكتب دي تكست. بعد عامين الاج دو 15 ans وقتها الحقيقه ما ماغي اللي بني مدير قالت لي علاش لي من خطري ديما، حتى من الاول اللي هي من اول اكسبيرينس ديما هي اللي مشجعتني. دونك جات في مخي الفكره نتاع علاش لي ما نلموش لي تكست هذوما الكل نخرجهم في كتاب واحد يكون الكتاب هذا هو كلام. خرجنا اون بروميير اديسيون وعندها عام وشويه ما عنديش برشا وفات الكل heureusement. وتوا ديجا مازال كي خرج لا دوزيام اديسيون ما عند في دار نقوش عربيه وتري بيانتو تكون ديسپونيبل في لي ليبراري. و جو دي كو من الحاجات اللي عطاتني كونفيونس معناها اللي شجعتني اني ننشر الكتاب حتى ناشر منو حتى كي جات الفكره ملو كان جوست فكره وكنت تخوف معناها اني سورتو اللي شجعني هو حتى في لي زيفينمون اللي شاركت فيهم ما كنتش جوست نشارك ونروح بلوزيغ فوا نمشي ونقرا ومعناها جو غاني دي بري وبارفوا حتى دي بروميي بري. دونك جو تروف كو سي تري امبورطون انو انا كي تمشي تشارك تي تو دوني اون شانس وحتى انك لو فات انك تاخذ دي بري وتربح دي بري هذاك انا واحده من الناس اللي عطاني ثقه في روحي واللي قلت بيسك وصلت ربح دي بري في دي زيفينمون معناها. دونك نتصور حتى كي باش نكتب الكتاب باش يخرج ان بوبليك ما اكبر نتصور حتى انا لو بوبليك جينيرالمون باش يعجبو معناها الكتاب. سميتو كلام على خاطر durant الأوقات اللي كنت نمشي فيهم في لي زيفينمون ونقرا برشا عباد فولي كلاسيفي الكتاب نتاعي جينيرالمون سيتي كلاسيفي اون طونك سلام طونك نكتب سلام. فما عباد يقولوا لي هذا سجع، فما عباد يقولوا هذا نثر من الشعر، فما عباد تقول هذا شعر. وانا غيرمون سو كي مامبورت سي با لا كلاسيفيكاسيون، فما عباد معناها تهتم ياسر للكلاسيفيكاسيون وكل معناها جو كومبخون، مي انا اللي يهمني انو الميساج اللي يوصل. اسكو انا كي قريت التكست هذا قدامك اسكو انت حسيت اسكو انت وصل لك الميساج اللي انا نحب نوصله. دونك سي سا، دونك هذاك علاش كتبت كلام خاطر هو ابخي تو كلام. انا نحب فما كلمه تعجبني الاسلامي يقول جينيرالمون السلام هو كلام متروس، سي سا هو كلام، سي با جوست كلام تاع كوميونيكاسيون، حاجه بويتيك. و فوالا اون بلوس حتى سي فو رماركي ميم با شكل. دونك اللي يحب يقرا كلام اللي يحب يقرا كلام اللي معناها فوزافي لو شوا. اي لامبورطون سي كو انو الكلام هذا يعجبكم، و لامبورطون لو بلوس امبورطون سي كو لو ميساج نتاعي يوصل. جينيرالمون كي نكتب دو ما تيت ما يكونش عندي اني ما يكونش عندي اون ايدي تري بيان بريسيز، خاطر انا من العباد اللي ما نخليش ان سوجي يحكم فيه، مي بلوتو عندي قلمي هو اللي يحكم فيه، با دون لو سونس الخاي، مي دون لو سونس اللي كنبدا متقلقه ولا جي هكا بلوزيغ ايموشن اللي جو بو با لي اكسبريمي بالكلام ولا نحس ما فماش شكون نجم يفهمني، نشد ستيلو نقوم نكتب. دونك ديجا وحتى قلت قبل في بلوزيغ ايفينمون كي يسالوني يقولوا الكتيب عندي انا سيت اون ايفازيون، اني نهرب انا خاطر يبدا فما حاجات حتى كي تحكي من العباد حتى كي يفهموك يفون تو جوجي. باغ كونطخ تي قدامك ورقه قدامك ستيلو، لا الورقه باش تحكم عليك لا الورقه باش تقولك علاش عملت هكا علاش عملت هكا، إل فا جوست تسمعك أونتر غيومي. الورقه هذيك إل فا جوست أنا تتعبى باللي سونتيمون تاعك وحتى مرام هي إل فا تو جوجي ولا باش تقول بوكو تا في سا بوكو تا في سا. دونك فوالا، دونك الكتيبة سي أن أني le sentiment de peur تاع انك تخاف من الورقه ولا تخاف من ستيلو il est tout à fait normal et c'est scientifiquement prouvé même. معناها ان لو فات انك تكون خايف من الورقه تخاف من انه شنو تجم تكتب c'est totalement normal. ولا كثيرين نخافوا انه خاطر généralement on se compare les écrivains préférés تاعنا ولا les slammers peut-être dans mon cas préférés تاعنا on se dit que نحبوا نكتبوا حاجات كيفهم. C'est normal انك من اول مره tu vas pas écrire un truc extraordinaire ou déjà tu vas écrire quelque chose qui ne va pas t'aimer
باش تعجب غيرك وتعجب حتى تكتب حاجه اللي ماهيش تكون حاجه باهيه. مي فوس دير كو ديما راه التجارب الاولى عمرها ما باش يكونوا بارفيت وديما لو ديبي هو يكون صعيب. من بعد لامبورطون سكي امبورطون سي دو نو با لاشي سي انك مش حتى تعجب بعد مي انك تكون انت مرتاح. اسكو انت قبل ما تكتب وبعد ما تكتب اسكو هي اون ديفيرونس اسكو انت تحب. دونك سي سا لامبورطون. دونك فوا افوار كونفيونس ما فماش علاش باش تخاف حتى كي ما جبتكش كتيبتك ماكش مطالب انك باش تنشر. والعبيد اللي فريمون من البيت نتاعها انها توصل تنشر لازم يكون عندك ثقه في روحك واكتب مره واثنين وثلاثه اي فورسيمون في واحده من التجارب هذوك مش تلقى فورسيمون مش تلقى ان تيكست اللي باش يعجبك.